هذه خسوف القمر وكسوف الشمس ظواهر إعجازية من الله سبحانه وتعالى، أنه يثبت أنه واحد أحد لا شريك له، والمعجزات اللي يريها للإنسان حتى يزيد قناعة ويزيد إيمان. يعني الناس بعضهم مندهش، بعضهم زاد قناعة وإيمان في الله سبحانه وتعالى، بعضهم يحب يبحث، يدخل إلى الإنترنت، الآن وسائل الإعلام موجودة. طلعنا السطح البارح بغينا نصور الخسوف، والو ما طلع لنا والو. الضبابة هبطنا كنقلبوا في فيسبوك، والو بان لنا قمر صغير. هادشي اللي كنا كنتسناو نشوفوا شي لعيبه مذهله ما عمرنا شفناها، ولكن ما بان لنا والو. الضباب ما كيبان والو. تصحاب لنا واش غيكون كبير وشي حاجه ما عمرنا شفناها بحالها، داكشي اللي كنشوفه في التلفازه والخايه. البارح فليك كنا نتابع القنوات في اليوتيوب، وداكشي كيقولوا بلي انه راه كاين ظاهره ديال الخسوف بالليل. ومن بعد ملي وصلت لوحده ديال الليل كازا كانت فيها الضبابة، وبان واحد القمر صغيور، وحنا كنا كنتسناو نشوفوا واحد القمر كبير ياك. ومن بعد حنا بغينا نعرفوا واش القنوات ديال اليوتيوب واش كيكذبوا علينا ولا شنو هذا الشيء. دابا حيت قال لك غادي يبان واحد القمر احمر كبير بالليل، وحنا دابا ملي بان قمر صغير شنو زعما واش كيكذبوا علينا القنوات وداكشي بالليل، وحنا متابعين القنوات وفيسبوك وفي كل شيء دايره واحد الضجه في قناه التواصل الاجتماعي. بغيت نعرف زعما شنو هذا الشيء دابا اللي كيديروا فيه. باش مغرب هذا كتشبان فيه حتى حاجه. شوف فيسبوك. لا لا الصراحه ما كنتش فاهم شي، ما كنتش عارف بلي اصلا كاين. كنت شفنا بنادم دابا بزاف فيسبوك في خسوف في الاخر ما باش بان النص ولا ما عرفتش شنو. شويه بالنسبه للخسوف كنا كنتظروا ان الاعلام يهضر عليه ونتبعوه، لكن ما بانش في شمال افريقيا، بان في ربما في افريقيا، في اوروبا، في امريكا، في اسيا، ولكن شمال افريقيا ما بانش لينا. على ما كيبان لي ما تبعوش المغاربه، ميم با 10% ولا اغلبيه ما كانش على باله، ولا يعني حتى الاعلام ما هضرش عليه. على الخسوف البارح راه كان زوين وكان منظر ما عمرني ما شفت بحاله، كان زوين بزاف، كان كبير وكان كيضوي مزيان. انا والوالدة راه جلسنا وبقينا كنشوفوه في السماء، زوين داكشي. صورناه، كون كنت هز معايا التليفون نوريك تا، ولكن راه زوين داكشي. شفنا كنا جالسين في الدار مع ما عندنا البالكو، حنا نشوفوه في السماء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.